مرحبا مريم. البارح وسائل الإعلام العالمية لا حديث لها إلا عن اللي سماه الكريملين، سماه محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وشفنا تقريبا الفيديو الوحيدة اللي شفناها تدور على في كل وسائل الإعلام هي الفيديو هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها زوز طائرات مسيرة، واحدة منهم يتم تفجيرها طبعا بالمنظومة الدفاع الجوي الروسية، يتم تفجيرها وفوق تقريبا فوق أأمن مكان في روسيا اللي هو قصر الكرملا أو القصر الرئاسي أين يوجد طبعا فلاديمير بوتين. رغم أن الرئاسة الروسية قالت أن بوتين، وهذه تصريحات جت من بعد، أن بوتين ما كانش موجود، لكن في العرف المعروف العرف الروسي العلم الروسي يرفع فوق الكرملين وقت اللي يبدا الرئيس الروسي موجود داخل القصر الرئاسي. طبعا هذا مقال ما جاء في الاعلان الروسي، وتم احباط طبعا الهجوم هذا وحتى من خلال تصريحات يعني التصريحات اللي سمعناها، منها التصريح اللي قاله رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، اللي قال أن الهجوم بالدرون زوز طائرات مسيرة على الكرملين لا يترك لروسيا أي خيار سوى محو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وعوانه، لذلك وجب التخلص من الرئيس الأوكراني. رئيس مجلس الدوما في روسيا مشى أبعد من هذا وقال في رده أنه يجب شن هجوم صاروخي على مقر الرئيس الأوكراني زيلينسكي. طبعا الحادثة هذه سبقتها قبل حادثة صارت في تقريبا في منتصف شهر فيفر اللي فات، وقت اللي تم العثور على حطام طائرة مسيرة. الطائرة دي تعرف ببافيلوف، لما هذه الطائرات أوكرانية الصنع سوسون دي درون، وتكون محملة عادة بتقريبا حوالي 17 كيلوغرام من المتفجرات. طبعا الحادثة أثارت برشا تساؤلات برشا استفسارات، ثم حالة من الإنكار لأنه الرئيس الأوكراني من فنلندا حيث يؤدي زيارة، انفاء تماما علاقة أوكرانيا وعلاقة كييف وعلاقته هو شخصيا بالحادثة هذه، وقال ما عندناش يعني مصلحة في استهداف الرئيس بوتين. وأيضا حتى شفنا الصحف الفرنسية والأمريكية، فما حتى بعض وسائل الإعلام الفرنسية اللي اعتبرت أن ما حدث هو مجرد مؤامرة تكتيك من القصر الرئاسي، أو تكتيك يراد من خلاله ربما التمهيد أو التحفيز لإيجاد مبررات لما سمي الهجوم المضاد اللي قاعدة تحضر له روسيا. أيضا في نفس السياق نعرف اللي كييف الرئيس الأوكراني كان أعلن، وحتى قائد الجيوش الأوكرانية قال أن أوكرانيا أيضا تستعد لحشد قواتها العسكرية لشن ما سمته أيضا الهجوم المضاد. يعني ثم هجوم مضاد، ثم هجوم الربيع، زوج مخططات بالضبط يتم التحذير لها ربما في قادم الأسابيع أو في قادم الأيام. دونك الحادثة هذه تقريبا تقلب المعادلة رأسا على عقب. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية أنكرت تماما، خرج وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونفى تماما علاقة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه من خلال تصريحات القيادات السياسية الروسية ثم اتهام أصابع الاتهام توجهت إلى الإدارة الأمريكية. وكما نشوف وزير الخارجية الأمريكي يقول لا يمكن التحقق من مزاعم روسيا بشأن الهجوم على الكرملين. خلينا مريم نمشيو في سياق آخر، لأنه المسألة مش مرتبطة فقط بما سماه الإعلام الفرنسي خاصة والإعلام الأمريكي
بالتكتيك أو المناورة الروسية اللي تسبق التحضير للهجوم المضاد، لكن يجي الهجوم هذا في سياق دولي عالمي عام، تقريبا كل الأنظار متجهة نحو أوكرانيا وروسيا، ونعرف المخلفات وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والخسائر طبعا الاقتصادية، وسي عز الدين ينجم يعطينا، لأنه الخسائر البشرية يعني ضحايا الحرب هذه يعدون بمئات الألاف، إلى جانب طبعا الخراب اللي الحق بالبنية التحتية في أوكرانيا، وخاصة في بعض المناطق اللي تركز عليها الهجوم العسكري الروسي، إلى جانب طبعا الأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة، تعرف اللي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، الأنابيب الغاز اللي تخرج من روسيا، روسيا تعد يعني أكبر مزود بالغاز لأوروبا، تقريبا توقفت الأنابيب هذه، وصارت أزمة حتى في المواد الغذائية، في القمح وفي غيرها من المواد الغذائية. طبعا يعني تقول تحدثوا على تداعيات الحرب، نتسألوا أيضا على الانقسام اللي صار في العالم، ثم دول تقف منذ بداية الحرب وراء أوكرانيا، بالتحديد الدول الأوروبية، دول الجيسات والولايات المتحدة الأمريكية، وتم تزويد أوكرانيا القوات العسكرية الأوكرانية بعتاد كبير بأحدث جيل من الدبابات ومن المروحيات وكذلك من الشاحنات العسكرية، إلى جانب الدعم المالي اللي قدمته دول كما ألمانيا، بريطانيا، وأيضا البنك الدولي، معناها صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي أسند إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب، تقريبا في الأشهر القليلة اللي جات بعد اندلاع الحرب، أكثر من 18 مليار دولار لفائدة أوكرانيا. وهنا ثم بعض الخبراء من دول نامية تسألوا، هل لو اندلعت الحرب في دولة نامية أو بين زوز دول نامية، سواء في أفريقيا أو حتى في العالم العربي، هل كان البنك الدولي يسند هذا المبلغ الضخم والرهيب؟ احنا نحكيو على هذا السؤال يحتاج الى اجابه، يعني وما ينتظروا في اجابه، مش بالاجابه طبعا يعني الناس طبعا 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 بطبيعه الحال الكيل بمكيالين اللي موجود مش في البنك الدولي فقط، لكن في صندوق النقد الدولي وفي الاتحاد الاوروبي وفي السياسه الولايات المتحده الامريكيه. باش ننهي باختصار باش ما نطولش عليكم، اليوم المساله معروضه للنقاش، وفما تشكيك في ما سمي بمحاولة الاغتيال اللي استهدفت الرئيس الروسي بوتين، ثم شحن للمؤسستين العسكرية الأوكرانية وكذلك الروسية، ثم تخوف، ثم سفارة انذار اللي تقريبا بقات تقريبا على مدى أكثر من 6 ساعات في كييف، توجسا وتخوفا من إمكانية رد فعل روسي، فما تهديد باستعمال حتى السلاح النووي للهجوم على أوكرانيا. باش نختم بتساؤل، هل فعلا تم تدبير محاولة الاغتيال للتخلص من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أم هي مناورة تكتيكية للتحضير ربما للهجوم المضاد اللي عنا تقريبا أسبوع نسمع عليه، علما أن التسريبات اللي نشرتها نيويورك تايمز الصحيفة الأمريكية، التسريبات المعطيات اللي تسربت من وكالة الاستخبارات الأمريكية، واللي كانت تحدثت على 4 سيناريوهات، من بينها سيناريو اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. دونك وقت اللي يعني نجري وربما مقارنة بين ما تم تسريبه فعلا والتخطيط الاستخبارات الأمريكية والإدارة الأمريكية لاغتيال الرئيس الروسي، وبين اللي صار محاولة الاغتيال، هل فعلا تخطط أمريكا للتخلص نهائيا من فلاديمير بوتين الرئيس الروسي؟ شكرا على اللي ديتو، نيجي شكرا سؤال، نرجعكم تو سويت.